شروط معينة ومواصفات خاصة يجب أن تتوافر مكتملة حتى يتوج ذلك الديك ملكا لأجمل الديكة العربية. لم يتوقع هذا الديك في يوم ما أن يتوج ملكا لأجمل الديوك العربية في مسابقة أجمل ديك التي أقيمت في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية. ديوك من أحسن المستويات فعلا، يعني وصراحة أشكال، وانتم اليوم ممكن أول مرة تجوا راح تشوفوها، والجمهور برضو راح يشوف، صراحة شيء مميز ومرتب فعلا، مميز مميز. بسرعة بس والله فوق الزمالك. الديك حبحب طبعا، مواصفات الحجم، حجم صغير، سعره طبعا فوق 25,000 ريال، بس في مواصفات غير الدجاج الثاني، يعني العيوائن وساع، منقار قصير، عرف مفتوح، يعني ان شاء الله المواصفات كلها متطابقة فيه. لكي يدخل الديك في هذه المنافسة يجب ان تكون لديه مواصفات مختلفة: قصير القامة، كثيف الريش، لون جذاب، مميز القسمات، وأن يكون عربيا من فصيلة الحباحب. الشروط: الشرط الأول يكون إنتاج 2008 فما فوق، يكون عرف الديك على شكل تاج، قوام الديك يكون قصير لا يتعدى 5 سنتي، اتساع عين الديك، قصر منقار الديك، عرض ديل الديك، تكويرة الديك، يعني يكون الديك على شكل كورة. كان عمري 7 سنوات، إلى الآن عمري 50 سنة، كله تبع له الطيور والدجاج. هل توقعت تفوز الليلة؟ والله متأكد، بعد كان ديش ثاني بس خذ السابع المشكلة، وهذا الديش يعني من الدجاج الممتازة. لكل جمال مقاييسه الخاصة، أما هنا فتختلف مقاييس الجمال، ولكن للديكة فقط. للأخبار محمد الحمادي من المنطقة الشرقية. شرايك الديكة هذه؟ سنشاهد إن شاء الله جمال. طيب في عندي ديك في البيت بس ما ماله خلي يشارك ماله تاج. الآن مع زميلنا سالم الدهمشي والاقتصاد. سالم مساء الخير. مساء الخير أبو فيصل. مساء الخير.